السلام عليكم خوتي، اخوكم حميد توجور. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، واعتذر على هذا الغياب هذا اللي ظروف كانت عندي كانت عندي اعمال نقوم بها، وسمحوا لي على هذا الغياب، ولكن ان شاء الله منه وجاي راح يكون مواضيع ملاح وراح يكون امور مليحه ان شاء الله. بون، كما هو موضح في العنوان، الموضوع تاع اليوم بدون اطاله، هل الشاي لا تاي كما نقولوا، هل الشاي يعالج الإسهال عند الطيور؟ أولا تعريف الإسهال عند الطيور، كي نجو نعرفوا الإسهال عند الطيور وشنو هو المشكل تاع الإسهال عند الطير. النوع الأول هو الإسهال العابر، هكا اسمه الإسهال العابر، إنجياغي باساجاغ، يعني الإسهال هدايا. واش ممكن نجو نعرفوه منين يجي؟ يجي من مثلا كثرته تقديم الخضر الفواكه والنباتات البريه. كي تكثر الخضر والفواكه والنباتات البريه والغذاء الطري مثلا بصفه عامه، هنا واش راح ينتج عنه؟ راح ينتج عنه اسهال. الاسهال هذاك يكون عابر، بمجرد انك تنقص ولا تحبس هذا الخضر والفواكه والنباتات البريه يوم او يومين، يعاود يرجع براس تاع الطير اكرمكم الله، يعاود يرجع متماسك وغير لا يوجد اشكال هنايا. يعني عندنا نوع اخر من الاسهال العابر اللي يقدر يقيس الطيور، الا وهو الاسهال العابر بسبب ضربة ريح خفيفة. هنا الطير ممكن يكون عنده يجيه إسهال عابر بسبب ضربة ريح خفيفة، يعني بمجرد أنه تروح هاد ضربة الريح طلع له، كاين ضربة الريح تروح غير بالحرارة، تسمى تحطه في بلاصة دافية، الطير هذا بعد 24 الى 48 ساعة راح تروح له هاد ضربة الريح البارد والرطب، والإسهال هذاك العابر بسبب ضربة الريح الخفيفة يعني راح يتوقف تلقائيا. الان كاين نقطة ثالثة اللي تسبب الإسهال العابر، وهو مثلا تسمم غذائي يعني عابر او ولا بسيط. مثلا الطير هذا كلاكش حاجة، كلاكش غذاء يكون فاسد، ولا كلاكش حاجة اللي تكون دارت له تسمم خفيف، يعني ماشي حاجة اللي دارت له انتوكسيكاسيون غراف، هنا تاني يقدر يجيه اسهال عابر هكايا. النوع تاني تاع الاسهال تاعنا لدى الطيور، وهو الاسهال بسبب مرض معوي، مرض اون جينيرال بسبب المرض. بون، عندنا المرض شكون هو المسبب تاعو؟ عندنا طفيليات معويه، كوكسيديا وما الى ذلك، او بكتيريا، عباك شحال صعيب تكتب وتشوف وتصور، معليش، بكتيريا او يعني مسبب او ميكروبات ايضا. دونك الاسهال بسبب مرض معوي، الطفيليات المعويه والبكتيريا والميكروبات، هادوما كامل مانيش حاب نتعمق في الشرح تاعهم. هناك من البكتيريا اللي تكون ولا اللي تكون بكتيريا مثلا لا هوائيه، هنا كيفاش باش تتنفس هي؟ دير عملية التخمر، هذاك التخمر راح ينتج عنه أكسجين، تدي منه الأكسجين تاعها. بصح كاين حاجة، المرض هدايا المرض المعوي واش راح يسبب؟ راح يسبب التهاب الأمعاء. والتهاب الأمعاء واش يساوي؟ تسمى باش ما نتعمقوش، نشرحه سطحيا باش تفهموا مليح خوتي. التهاب الأمعاء راح ينتج عنه عدم الامتصاص تاع الأغذية
بشكل تام. معليش دوك نعاود نقرا لكم، نكتبهم بعدا باسكو راني نكتب من راسي هكا، مانيش نكتب من قبل من جوجل ونجي نشرح لكم، راني نعطيكم الافكار ولا واش نعرف تسمى المعلومات اللي راهم في راسي هكا. خوتي قلنا التهاب الامعاء واش راح ينتج عنه؟ عدم الامتصاص تاع الاغذيه بشكل تام، وينتج عنه ايضا عدم امتصاص السوائل في الامعاء بشكل كامل، وهذا هو بيت القصيد هذا لك تشوفوا فيه صح. قلنا الاسهال بسبب مرض معوي، واش راح يدير المرض هذاك؟ كاين طفيليات معويه او بكتيريا او ميكروبات تقيس الجهاز الهضمي راح تدير، راح تتسبب في التهاب الامعاء. بمجرد انه التهاب الامعاء راح يكون، واش راح ينتج عنه؟ عدم الامتصاص تاع الاغذيه بشكل تام، وعدم امتصاص السوائل في الامعاء بشكل كامل. واش معناتها؟ في الحاله الطبيعيه تاع الطير، دوك نرسمو هنايا، نرسمو امعاء تاعو تاع امعاء دقيقه مثلا بشكل تقريبي فقط، هايدايا وعندنا المخرج تاعو، ها من الامعاء تاعو صح. هنا امعاء تاع الطير، بمجرد انه تنزل الاغذيه الطير هدايا راح ياكل حبوب، راح تترحى هذيك الحبوب، وراح يشرب ثاني المياه، راح يشرب الماء الطير هذا، ما يقدرش ياكل غير الحبوب. يعني الغذاء هذاك المهضوم هضم آلي وهضم كيميائي من طرف القانصه والمعده الغديه يحبط. وين يحبط؟ من بعد المعده الحركيه اللي هي القانصه تاعنا، هكذا يحبط الغذاء زائد الماء. بون عندنا غذاء مهضوم زائد ماء، لوجيك يهبط غذاء مهضوم زائد ماء للامعاء. هنايا الامعاء هذه واش راح دير؟ راح تمتص عمليه الامتصاص، تمتص الماء من الاغذيه. بمجرد انه تمتص الماء وتمتص الاغذيه هذوك، واش راح يتشكل؟ يتشكل ناس فضلات براز الطير الصلب. قلنا اليوري اللي هو بول الطير على شكل يورات، وقلنا البراز اللي هو المادة السوداء اللي تكون في البراز، هذاك هو البراز الصلب حاشاكم أكرمكم الله. يمشي هذاك البراز في الحالة الطبيعية، يلحق لي المجمع والأعوارين كما شفنا الخطرة اللي فاتت هنايا، ومن بعد يخرج على شكل براز هاوليك صلب فيه لطخة بيضاء اللي هي بول الطير، وفيه هادية هاد المادة الصلبة اللي هنايا، المادة الصلبة اللي تشكل لي فيونت دور اللي تشكل البراز الحقيقي للطير هدايا، يخرج براز متماسك هنايا. في حالة الإسهال بسبب المرض ما يكونش كيكون التهاب الأمعاء، هاد المصارن هادو ما يقدروش يمصوا السوائل الماء من الغذاء المهضوم، يعني راح يجوز وما يكسروش العصارة الهضمية داخل الأمعاء. هنا راح تجوز هذيك كما يقولوا اللون الأخضر في البراز، وراح يكون عدم امتصاص السوائل، يعني ما تنحاش الماء من السوائل من الفضلات هذاك تاع الطير. هنا راح ينتج عنه براز غير متجانس كما يقولوا، ينتج عنه هاوليك إسهال، هاوليك إسهال غالبا بلون أخضر بلون أخضر صح. شوفوا لا ديفيرونس، كي يدير عملية الامتصاص يمتص الماء من الأغذية راح يجوز غذاء صلب يتجمع في المجمع والأعوارين هذاك تما، ويخرج على شكل فضلات طبيعية متماسكة. كي يكون ما تكسرتش العصارة الهضمية المعويه في الامعاء، ما يشتمص وزيد العصاره ما تكسرتش، هنا ما راحش يمتصوا الامعاء الماء من الغذاء المهضوم اللي جاز، يخرج هكذاك مسهل، يخرج حاشاكم على شكل اسهال
اللون الأخضر من عدم تكسير العصارة المعوية، والشكل اللي هو غير متجانس ويكون هكذايا شكل البراز على شكل دياري إسهال، يعني لأنه لم يمتص الماء من الغذاء المهضوم اللي مر في الأمعاء، الأمعاء ما يش تمتص بسبب المرض والالتهاب. هكذايا أحيانا يكون شفاف مع لطخة هكا سوداء، ولكن هنايا اليوري هذاك أو اليورات يكون شفاف. هنايا سي تان بروبليم تاع لي ران تاع الكلى، الكلى ما راهيش تصفي مليح، ولا كاين التهاب تاع الكلى، ولا التهاب مسالك تاع حاشاكم اللي يجوز فيهم اليورا اليوري تاعو اكسيتيرا اكسيتيرا. بيت القصيد اللي حبيت نلحق له انايا انه في الاسهال العابر، هذا الشاي هذا اللي راك تقدمه وتقول يعالج الاسهال، هنا ممكن يفيدك، ممكن يحبس لك الاسهال في هذيك دقيقه، لكن عندك الشاي هو مشروب منبه، ممكن انه يدير افراط النشاط عند الطير، تسمى يولي ايبر اكتيف الطير هذايا، المغرب ومازالو يصوتي ما يوجدش روحه باش يرقد، هذا هو المشكل تاعو. هذا في الاسهال العابر ممكن انه الشاي هذا يعاونك انه يحبس لك الاسهال، هنا نورمال. لكن الشاي لا يقتل الطفيليات المعوية، ولا يقتل البكتيريا، ولا يقتل الميكروبات. إذا كان الإسهال بسبب مرض معوي، هنا الشاي كي تقدمه وتقول راح يحبس لي الإسهال، هنا اقضي على مسبب المرض اللي هما الطفيليات والبكتيريا والميكروب، كي تقضي على هادوما تولي الأمعاء إلى وظيفة الامتصاص، يمر الغذاء المهضوم زائد الماء، تمتصه الأمعاء، يخرج على شكل فضلات طبيعية. الشاي ما يراحش يداوي لك الطفيليات المعوية والأمراض المعوية، كاين كاين أدوية لهذا الشيء، كي تموت الطفيليات وتعاود يتنقى لاباري ديجيستيف تاعك وتعاود تولي الأمعاء لوظيفة الامتصاص، يمتص الماء الزائد الفائض تاع الماء من الفضلات، تخرج الفضلات طبيعية. نتمنى هذا الموضوع هذا يكون فادكم، وهذا هو اسم المفهوم الحقيقي. درنا تذكير كما نقولوا في الدور تاع الامعاء وكيفها كيف حتى يخرج البراز بشكل طبيعي وبشكل اسهل بلون اخضر وما الى ذلك، وبرهنا انه الشاي هذا ما راحش يقتل لك الطفيليات المعويه، ممكن يحبس لك الاسهال يوم ولا نص يوم، بصح من بعد بمجرد انه يعاود يتمانيفيستاو كاع يتيك هذوك الطفيليات والاخر، يعاود يولي اسهال بير على واش كان مع الاول، وهنا راح تزيد طينة بلاتين وراح تخدع نفسك. الور هنا في هذه الحالة تاع الإسهال بسبب مرض معوي، قدم الدواء التما يحبس الإسهال بزوال المسبب. السلام عليكم خوتي.